الكرامة لأطباء البشريين. معانا مجموعة من المنظمين على مستوى الجمهورية. احنا جايين النهاردة بثلاث رسائل مهمة. ان الأطباء البشريين مصرون على حماية الثروة الحيوانية والسمكية والآجنة. ان الطبيب البشري هو خط أحمر لانتشار الأمراض والأوبئة ومسؤول عن سلامة صحتك وغذائك. ان الطب البشري هو اقتصاد دوت في إطار ثلاث مطالب أساسية عبارة عن الكيان المستقل عن وزارة الزراعة، تكليف إعادة التكليف، ده نتيجة إن مفيش عنصر بشري أصلا في المهنة، دي أول حاجة تقدر مماثلة لبقية المهن الطبية. الفكرة إن إحنا سلكنا كل الخطوات الإيجابية وكل الخطوات القانونية، حاولنا نقابل رئيس الوزراء رئيس الجمهورية، مفيش أي استجابة من الدولة للمطالبة طبعا البشريين، مطالبنا مفيش فئوية بالمرة، أي حد هيبص على المطالب والبيانات اللي إحنا مطلعينها المطالب مش فئوية، مطالب كل اللي بتفكر فيه بتفكر في الناس، بقول له وزارة الزراعة دمرت الثروة الحيوانية في مصر ويشهد على كده تدمير الأراضي، تدمير الأراضي الزراعية، منع زراعة القطن، منع زراعة الرز. مصر كانت أكبر دولة مصدرة ليهم منعت زراعتهم أساسا في مصر. غير كده كمان نيجي بقى على تدخل وزارة الزراعة في مجال الطب البشري الحيواني في مصر. الانتفاضة بدأ بيها مجموعة من طلاب وخريجة الأطباء البشريين على مستوى الجمهورية، وتم بناء عليه جمعية عمومية غير عادية للتصويت على دعم هذه الانتفاضة. الخطوات التصعيدية هي أول حاجة الوقفة أمام مجلس الوزراء من الساعة 2 للساعة 5، مسيرة هتيجي من دار الحكمة لمجلس الوزراء. تاني حاجة إن الجمعية العمومية ستظل في حالة انعقاد دائم في دار الحكمة في النقابة. تالت حاجة إعطاء الحكومة مهلة لغاية 15، بعديها سيتم إعلان الإضراب العام لكل الهيئات والكليات والأحزاب والكليات البيطرية والمعاهد البيطرية أيضا. دلوقتي العجول الهرمانة اللي دخلت اللي هي 3500 عجل دخلوا من اثيوبيا، العجول دي جت من بره بتصريح من وزير الزراعه. اللجنه اللي اتعملت ما كانش فيها دكاتره بيطريين او كان رئيسها زراعي مش بيطري، فما تفهمش في الموضوع دوت. الموضوع بتاع فندق المستشفى خنزير، كل السلسله دي كلها من الحرب البيولوجيه اللي بتشنها اسرائيل في الشرق الاوسط، لان في الموضوع دوت حفاظ الطيور حفاظ الخنازير حاجات موجوده من زمان جدا فيروس موجوده، بس بيحصل فيها تحورات ياخدوا الفيروس ويحوروه ويدخلوه لنا تاني في جمره خبيثه، مرض ملهوش علاج. I'm going to take it.